هذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، أيهما أصح، أن نقول أن الله هو الذي كتب في اللوح المحفوظ، أم يقال أن القلم هو الذي كتب في اللوح؟ الله أمر القلم، الله أمر القلم فكتب في اللوح المحفوظ. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة بأمر الله عز وجل. نعم.